الدموع دي يا وحيد؟ الدموع الفرح يا بابا، والله كبرت يا بابا هتتجوز، ده اليوم اللي انا عايش علشانه. عارف ايه اللي قاطع بيا؟ ايه يا حبيبي؟ البيت هيفضى عليا بعد ما تتجوز يا بابا. لا هتاخدك مني. لا ما تقولش كده يا وحيد، مفيش حد في الدنيا يقدر ياخدني منك. انا طبعا حاجه ازورك، هزورك كتير، وانت طبعا تيجي تزورني، هنزور بعض على طول. تعالى طنط طيبه وهتفرح بيك قوي، بس بلاش تيجي وانا مش موجود. طنط بتحب تقعد براحتها، ها؟ فاهم؟ مساء الخير. مساء النور. الورد ده لأحلى ورد. شكرا أوي. أنت جاي لوحدك؟ لا طبعا. فريد، تعال يا فريد. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. اتفضل. اتفضل يا حضرتك. أهلا أهلا وسهلا. خطوة عزيزة. ربنا يخليك يا طنط. اتفضل يا حبيبي اقعد. هيام، تعالي يا حبيبتي ما تكسفيش. ازيك يا هيام؟ ما تحليجيش اكتر من كده. نويت يا عم فريد. ازيك يا بنتي؟ الاوقات اللي زي دي بيبقى دايما فيها كسوف. طبعا طبعا يا طنط. هو الحقيقه انا مش عارف ابتدي منين. من غير مقدمات، اشوف يا استاذ فريد، انا مش هلاقي البنت هيام عريس احسن من ابنك وحيد. ولا ايه اللون؟ ما تكسفينيش يا مامي بقى. الله، وحيد مين يا بابا؟ مش عارف يعني. يعني في سوق. قومي هات الشربات يا حبيبتي. كان نفسي المرحوم بابا يحضر معايا اللحظه السعيده دي. انا كان نفسي المرحوم ابوك انت اللي يحضر المناسبه دي. عن اذنكم هفتح الباب. بقولك يا بابا، يا الست دي بتتكلم على ابوها ليه؟ ابوها الله يرحمه ماله بالموضوع؟ انا شكلي هشيل الليله ولا ايه؟ الست بتعيط، ما اقدرش افهمها دلوقتي، تصدم. هفهمها واحده واحده. اهدى بس. اهلا اهلا اهلا. ايه يا بابا في ايه؟ خالت العروس. خالت العروس فين؟ خالت العروس ولد العريس. اسمح لهم يا بابا. انا هتكلم اهو. قول يا بابا. طب استنى ايه؟ 10 يمين ولا يمين؟ بابا ما ينفعش كده. هتكلم مين ولا مين؟ اديني فايس. استنى مستني يا بابا لحد ما اخلص. طب يا حبيبي كده ايه يا حبيبي كده؟ كده بقى يبقى مبروك يا وحيد. في ست النيلة. إيه؟ انا كده انتهيت ولا ايه؟ ايه ده مفيش حاجة. ايه انتحر وارمي لك نفسي من فوق السفرة عشان ترتاح؟ ليه بس يا ابني؟ اكهرب لك نفسي عشان تخلص مني؟ لا يا ابني. امال اعمل لك ايه؟ لا اعمل معروف ما حصلش حاجة لده كله. بقول لك يا بابا، انت مش تكتب جوابات حب وانا اتدبس واتجوز يا بابا. اخرس يا حيوان، وطي صوتك، بلاش فضايح حد يسمعك. بقول لك ايه؟ عاوز ايه؟ انت زي ما دبستني في الجوازة دي تخلصني منها. هخلصك يا اخوي، احنا لسه على البر، لا اتفقنا على ابيض ولا على اسود. يعني ايه؟ يعني اسبوعين ثلاثة ونفسك الخطوبة كأن المشوار ده ما حصلش من اساسه، واديني رجعت الورد معايا، خلاص؟ ليه الدموع دي بس؟ دموع الوكس يا بابا. انا كمان يا ابني اتوكست. انا خايف يا بابا. ما تخافش يا حبيبي. انا خايف. ما تخافش يا ابني. شفت عيلتها عاملين ازاي؟ اكتر من كده وزيح ربنا. ايوه. عيلتها لقوا كلهم رجالة. وقال انا اقول لك طنط بتحب تقعد براحتها. شغلي باظ، اتورطت في جوازة، انا وضعت كده ولا ايه يا شريف؟ يا عم الشغل ما باظ ولا حاجة، والراجل اللي هتعمل عليه جاي حالا، والبنت اللي اسمها هيام دي اعمل لها قرد واخلع منها. خبر اسود. ايه في ايه؟ بطلة العالم في المزدات، 85 مزد كل حد دلوقتي. عايزة ايه دي؟ انا عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم في ايه؟ ايه المبنى اللي دخل علينا ده؟ ليك كيف حبيبي؟ وحيد وحشني وحشني. ازيك؟ وحيد صاحبي اللي خلصتك البوليسه. اهلا وسهلا. ازيك يا ابني؟ اخبارك ايه؟ ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حاجه تشرف بجد. حاجات كده بسيطه عشان مستقبل الاولاد، بس اهم حاجه عايز الموضوع يخلص بسرعه. ما تقلقش يا مليجي، احنا بكره الصبح بعون الله هنطلع المستشفى اطلع لك شهاده المخالفات، اقصد الشهاده الصحيه، وكل شيء هيخلص. اوكي، اشوفك بكره يا مليجي. اشوفك. اخش بكره يا مليجي. شرفتك. باي باي. اسكت. مستشفى ايه؟ لا ما ينفعش اروح مستشفى، انا هاخده واطلع التوكيل. اصل بقى كده فل. انا مش عارف اودي جمالك فين يا شريف. انت زاوي يا معلم. يا عم هي ناقصاك.
الو ايوه هيام عشا ايه ده انا لسه خاطبك من 5 ساعات خلاص جاي لك مع السلامه هروح لها وهيبقى عشا اسود عليها وعلى خلفوها ربنا يخليك دنيا خربانه في المنيب خربانه سمسم خربانه اهلا وسهلا استاذ فريد اتفضل اهلا بيكي الوقت مش مناسب ولا حاجه لا ابدا وحضرتك ما تعرفش ان الاولاد بيتعشوا بره ما قالوليش يا فريد ادخل ولا ارجع ولا اعمل ايه لا ابدا تحت امرك اتفضل وتشكر دنيا خربانه يا سيد خربانه اللوحة دي أنا اللي رسمها إزاي ما لفتتش نظري لما دخلت الشقة قبل كده؟ دي قمة في الإحساس اللوحة بتتكلم سامعة حضرتك؟ بلاش مبالغة دي لوحة بسيطة جدا اسمحي لي أقول لك يا هانم أنت موهبة مرمية في العمارة دي ربنا يخليك سوري على لفظ مرمية أنت موهبة مدفونة في العمارة دي إيه الجو ده؟ رومانسية وكده؟ حياتك وحيد انت بتزعق ليه؟ انا بحب ازعق في الاماكن الهادية يا ستي متر بياحة بياحة وطي صوتك انا مقفر وشارب خمرة انت فيش في خمرة انت فايز احلامي يا رب ويا ترى حضرتك اللي بتختاري الالوان ولا بتيجي معاك كده؟ تيجي معايا كده؟ لا انا اللي بختار الالوان انت فظيعة 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 حتى العقد نفسها قطعة فنية ادهم ده الذكرى اللي فضلاني المرحوم جوزي اصل كان كل ما يخلع سنه احتفظ بيها لما مات لقيت عندي طقم عملت عقد بحس بالامان اول نفسها يعني ليه سنان جوز حضرتك انت كنت متجوزه جمل بقى ممكن فنجان قهوه واضح ان الكلام بينا هيطول هعملها حالا من فضل حضرتك كنت اكلت قبل كده حاجه عندكم مشطشطه كده لا ما بحبش الشطه انا تعبان بتعب منها الدكتوره قايله ما تاكلش شطه خلاص بلاش بعد شويه بعد اذنك شكرا وحيد انت عصبي كده ليه ولا عصب ولا حاجه يا ست وحيد انت بويجك ايه لا ثانيه واحده انا هعرف يا طايه انت بويجك طيابي ولا هوائي ولا مائي سكني سكني واخد ناصيه كمان واو ايه الكلمه اللي اولها بي واخيها كيف بفتيك من فضلك ثبت حواجبك مش عارفه ارسمك انا مش بالعكس ده بالبرد كان يا مكان كان في زمان ولد غلبان اسمه وحيد وعيوسته اسمها هيام وتوته توته خلصت الحدوته حلوه ولا ملتوته تصبح على خير يا انسه هيام تصبح على خير يا حبيبي حبيبي دي بتغزني رب رب معجزة من عندك يا رب شكرا يا رب في ايه في ايه في ايه في ايه بابا هو ده اللي انا كنت عامل حسابه وحيد سيبني شغلت يا ابني ده انا لوحه بترسم بص ايوه صدقني يا حبيبي باباك زي ما قال لك لوحه اتفضل قدام يا بابا السلوك. لا بابا زي ما انت كده بجنازيرك اتفضل قدامي اتفضل اتفضل استر لحمك كفايه فضايح انا ما عملتش حاجه تحرك يا وحيد دفعت لك كام يا بابا علشان تقلع هدومك لا متقولش كده أنا اترسبت بمزاجي وببلاش أنا اتضحك عليا كتفت يا ابني وحيد وحيد
انت هتفضل كده مش عاوز تبصي في وشي، انا ممكن اريحك مني. ايوه انا هرمي نفسي من بين السلم. بابا بابا قلت عليك يا جبان. يا بابا ما انت عملت ترسم وتلف جنازير حوالين صدرك، عملت لي ايه في المصيبه اللي انا اتدبست فيها؟ بالنسبه للمصيبه دي ما تقلقش، يعني رسمه كمان وهخلصك منها. خلصتني منها؟ ايوه. ازاي يا بابا؟ بعد كده مالكش دعوه. ازاي؟ بابا انا بضيع يا بابا، انا بضيع يا بابا. بولا يا ودي بولا، بولا يا بولا، ان 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 بخس عليك يا ببلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا ببان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا ببلو. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ اه طبعا لا اتفضل. الله يخليك الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. شباب بقى، ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال، قلت لهم انزلوا تعشوا. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري؟ ربع ساعة والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقة مكسوفة منك، اصل اول مرة اروح لراجل عازف في بيته، وانت كمان خارج لنصك ملط وركبك ما شاء الله معضمة زي الجمل اللي بيجري في الحبس ده، عارفه اللي في الحبس؟ فانا تلاقيني كشة يعني. لا مفيش حاجة، انا هغير هدومي ثانية واحدة واجي لحضرتك. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضلي. سلام سلام سلام. قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. روح. ببلاوي انت قاعد مع ميتها اللي ركضونا تحت التراب ده كلام؟ في ايه بس؟ طب ما تيجي نسهر في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وتفني يلا. خدت صباره كده وخلصني. ده فن وحش، ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا ببلاوي. الله، انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري يا حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت امر فيسكوز ده؟ مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغلنا حاجه كده روقنا. علاج الاثنين. الله يخليك يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى. احبها موت، احبها بتعجر من الجو كده وتحلم. او احب البنت الحلوه اللي هي بتاجر عجل في الاغاني دي. مفيش تاني يا ببلاو. يا سلام، عايشيني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا. برضو كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. قول يا ببلاو. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود من الاول. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك يعني بقر.
الله يخليك. صوابعك صوابع موز. نبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ كنت وارثه 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي، طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قالك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود، حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلمي مين؟ انتوا مالكوا؟ سيبوه هو. ايوه مالكوا. تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترزي شقتك، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه ده، انا راكبه بطه. لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحدة جديدة. ودي دي التيمور ابن يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفان. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام؟ اروح ده ايه؟ ده انا ما صدقت بقينا لوحدينا. انا هنزل معاك شوية. لا استنى اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. روح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقولهولي. طب يا اخوان انت حر بقى. طبعا. الله الله، ليه كده ليه كده؟ هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى يا ضيف. ايه كده؟ الله ايه كده؟ امشي بخمسه كمان. ايه كده؟ لا ما ترى ايه؟ لا لابس خفيف راعية. طيب مرهان. الله الله الله، كنت برؤيني كمان. مش شدك ايه ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل ايه؟ اوعى تحرم عليك تل كيك ونزلة شعبية. بس بقى كفاية الراجل هيكمل. يا ريت مش وحدة. يا ليه يا بول، كفاية الراجل هيكمل. اوكي ببلاوي امشي من هنا في بجندك. يا الله امشي امشي. ده ايه ده؟ انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله انا سنك ايه؟ اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس. تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زي بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقولك. اسمع ايها الفارس، اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطة براحتك. سلامة. ما براحتي يا حبيب. باي باي. في داهية. انفض بجلدك وغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالي عاوزك في كلمتين. يوسف. ايه ده راخر؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت ده حاجة فينا على طول مرة. وانت ما بيك ده صديقي. صديقي يا فجري. يا فجر يا غليل الحياه صديقي، انني اسم من وراءه رائحه الحب نحوك. وانا الذي يحبك. وانت مالك؟ انا لا بدي شكلك ولا وشك. تقتله هيئه المراه. انا الذي ساقف له يا احد. ستقفين له؟ ايوه. هي الساعه كم دلوقتي؟ مش عارفه بس ساقف له. ستقفين عنك. هيا بنا. هيئه المراه. نقتلك. تعال ايها المراه. غلبان غلبان. يلا يا ابو هشام معفن. يلا يا ابو هشام. والله وقعت يا خلانوسة. مبروك عليها. انت اللي اذيتي نفسك يا حكومه. انت اللي اذيتي روحك. اوعي تنسي نوسه يا مصر. يا مصر اوعي تنسي نوسه. We'll be right back.
خلانوس، ده انا مستنياكي بفارغ الصبر. ايه ده وانت سامعه عني؟ طبعا. طب بصي اعمل لي كل اللي انت عايزاه، بس والنبي وديني الحمام. طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزه. في حمام قريب يعني؟ اه بس روحي. طيب طيب. يا حبيبي. هو سيبني ده في مبوله؟ مبوله؟ حمام. اه طبعا فيه. وديني. انت اسمك ايه؟ اسمي ناديه، وبيطلعوني يقولوا لي يا نقه في البيت. طب والنبي يا نقه دخلت الحمام. عارفه يا خالتي كنت جايه لي بس الحشمه سبقتني. دخل لي الحمام يا نقه. كنت واقفه اول يا خالتي. وانا عمري ما اخش الحمام. الهي ربنا يستر انت فكي على بيتي. فكينا يا نقه انت القرفه ده ما فكها على الارض. تطرح اسهم اكتئاب جديد، عارف يعني ايه اكتئاب؟ عارف، يعني اكتئاب هيجيلي عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعوض خساره. بس يلا يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل المواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم. ومفيش عربية بعد كده. هاتي يا بنتي مفتاح العربية. ايه يا بابا دي امي كانت جايباها لي. امك كانت بتسرق مني فلوس بعد ما نام. انا امي كانت جايباها لي. امي يا نهاري كسود ومنيل. سجاير؟ يحصلي السجاير دي كمان؟ دي مش بتاعتي، دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها وانا شلتها عشان ابقى اديها لها. سالي؟ انت فاهم ان انا مش هعرف؟ هعرف، هعرف كل حاجة ومفيش ولا مليم بعد كده. هاتي المفاتيح. يلا انت ايه اللي خلاك تدور انت كمان؟ هلا هسيب شرب ازيب وخلاص. انا ركبت. يلا يلا غوري من هنا. لندن استراليا وطوكيو ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشرابيه يعني؟ ده الشرابيه دي فيها شغل كده بس اللي يلاحق. يلا جرحت الشنطه. ابعتي لي سالي بسرعه يا غاده. حاضر يا فندم. مين ده يا غاده؟ ده ادهم بيه. طب يبقى سلمي لي عليه بقى. سلام عليكم. رايح فين؟ ها قلت اقف شويه. في ايه يا انكل؟ هو انا سرقت حاجه ولا ايه؟ شش ولا كلمه. تعالي قولي ها ها ها. انت ضربه فسيخه الصبح. ايه ده؟ على مو انا ظلمتك. ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده الاخر؟ رشدي أباظة؟ وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لم حاجتك بسرعه. يلا اتفضل. انا؟ ايوه انت اتفضل. عبدالي جه؟ طيب. سيبي انا داخل. يا ربي يا ساتر. بره! افتح بره! ده انت مجنون! الكل نفسك قبل ما حد ياكل! مجنون انت! افتح بره! انت كده بتخسرني! يا سيدي ده انت خسرتك مكسب! بره! بره! اسمع بس انا عايز اقولك ايه! تاني! هو كان في اولاني! قلت بره! طب ماشي حاضر حاضر. بص خد الكارت بتاعي معاك خليه معاك. احتياط احتياط! حاضر يا سيدي! رشدي أباظة زكي روسو اتفضل بره! هاتولي بتوع الأمن! أنا مش حرامي عشان تطلب لي الأمن! تطلب لي الأمن ليه؟ أنا عندي شركة زي زيك بالظبط! زي أنا يا حقير يا واطي! طب وليه قلة ال... قلة إيه؟ قلة إيه يا واد أنت؟ قلة ال... قلة إيه؟ قلة إيه؟ قلة إيه؟ قلة إيه؟ أصبر! مش لاقي غير قلة الأدب. قلة 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 تصدق مالهاش؟ شفت حاجة تحير؟ ليه بقى قلة الأدب دي؟ خدوه بره! لا خدوه بره! البدلة! أنا يما وريتك والصغير بيصير ويكبر يا أدب. يعني هو مفيش خيرك في السوق. ماشي انا هربيك. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادم. اتفرجوا شوفوا شغلكم. يلا وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. حاجه غريبه. قلت لك سامح ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله الاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله تربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه، خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. طب تعمل ايه؟ ها عايز اشوف قفايا متسرح ولا لا. ايه ده حبيبي يا اخي؟ ايه ده يا جماعه احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم دي فسحه يا خمس نجوم ما تقلقش ده كلهم حبايب واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله ده كويس. ده اوانه رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده
وما لكمش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكوا على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم. ما تخافش، ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني سايب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت شفت. ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. حبيبي. مساء الفل. مساء القشطة يا معلم. مين؟ احسن حاجة في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ اه. خلاص يا جماعة ما تاخذنيش، انا اول مرة اشرب خمرة. خمرة ايه؟ ده صاحبك ده بقى راح في داية. اه. لا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده. ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعمية. طعمية؟ هو أنا قلت طعمية؟ يبقى أنا قلت بس. يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله؟ تمام. منور عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي انت ازاي جايك نوسه سايباني في المصيبة اللي أنا فيها دي؟ في إيه؟ في إيه؟ مصيبة إيه؟ طنطا، ازيك يا طنطا؟ ازيك يا حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن ديت جنن، تعالي استني مفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبتل. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. خلاص بقى يا ملك، يا ملك عايز انام، بقالك ساعه بتحكي لي باباكي عمل ايه. يا ولاد صباح على خير. وانتي الاولى يا ماما. انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقول لك، هو اخوكي فين؟ في نبطشيه. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه الو؟ الو بابا، انا اتخطفت يا بابا. بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه؟ بابا انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس؟ ملك مين ده يا ملك؟ مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه وقولي لي. انت مشوفه انا عامل فيه ايه؟ يا بابا اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بس يا بابا. اي ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكة دي زي ما يكون فيها خازوق. خازوق؟ وريلي. وريك ايه يا عم انت؟ خلاص مفيش حاجة. بتوريلي يا جدع؟ مفيهاش حاجة، احنا اخوات يا عم. والحاجات دي فيها اخوات؟ خلاص يا عم ورينه يا عم. كبسة يا معلم، كبسة يا معلم. ايه؟ كبسة؟ كبسة يعني ايه؟ خلاص مالك في ايه؟ ده انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما تمسك في حياته ابدا. طب انا عليك سايكو ولا ايه؟ مين فيكوا بقى صاحب القهوه دي؟ المعلم جد. الله، هو اختفى راح في ايه؟ المعلم جد ايه؟ بطل تواضع بقى، المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا. غرزه ايه يا عم انت؟ ده صابون ثقافي. صابون ثقافي؟ فين الحشيش؟ المعلم مش تاجر المخدرات، هو اللي عارف الحشيش فين. طلع الحشيش يا معلم. ما اطلع ايه؟ ما انا ايه ده بس، وما تخافش حاول تفتكر. فين الحشيش؟ مش هيفتكر. فتشوا الغرزه بقى. اخلص انت، فتش الغرزه بقى. ما لقيناش حاجه يا فندم. ايه؟ بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. انا مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعادتك، باشا ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟ ماشي يا معلم مش الجيات اكتر. يلا وانت من اهله يا باشا. بس
خسارة كده، الناس تمشي كده من غير كوباية شاي ولا يلاقوا حشيش. أنا أعرف فيك إيه. إيه ده يا معلم؟ عدت على خير. مصر هي أمي، دلها هو دمي، فتح صماري شتى ودمي عدلوا يا أبي. إيه الجنان اللي أنت عملتيه ده؟ إزاي تدبست الراجل معاكي كده؟ أنا اتزنقت بقى، وبعدين يطلع مين سروجدي أبوظة ده اللي انت شايله كارته في شنطتها؟ يا سلام، ده واحد جه لابوكي النهارده الشغل وابوكي بهدله وطرده. ايه يعني ابويا عارفه؟ ايوه، هو احنا يعني اتفقنا انك تقولي اسماء؟ خلاص مش مهم بقى. مش مهم ازاي؟ ما هو بابا ممكن يتصل بيه ويساله، الموضوع كله يتعرف. مليني نمرته، مليها لي. الو، ايوه انا رشدي أبوظة. فندم شغل دلوقتي؟